أهلا بكم من جديد. بعد الاعتراف المصري الرسمي بانهيار المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، دخلت أزمة السد اليوم منعطفا جديدا، إذ طرح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولأول مرة مبدأ الوساطة مع مصر ملقيا بالكرة في ملعب جنوب إفريقيا. وقال أبي أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في بريتوريا اليوم الأحد أنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بين أديس أبابا والقاهرة بهدف التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسد، أثيوبيا دائما آمنت بالمكسب للجميع والفائدة للجميع مع مصر ومع السودان، ونحن نتبع نفس النهج. وفي طلبنا إلى الرئيس رامافوزا الأخير، بما أنه صديق قريب لكل من أثيوبيا ومصر، وأيضا الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي، يمكنه أن يجري نقاشا ما بين كلا الطرفين حتى يحل القضية سلميا، لأن السلام هو أساس كل شيء هنا في أفريقيا. ومن دون أن يكون هنالك سلام لا يمكننا أن نحقق رؤيتنا للتنمية والسلام والاستدامة، وهو مناصر في جميع العالم حول هذا الأمر. ولذلك نحن طلبنا كأخوة وكدولة صديقة للتفاوض ما بين أثيوبيا وما بين مصر وأيضا السودان، وأنا واثق من أنه سيلعب دورا مهما في لنصل إلى مكسب للجميع. بدوره قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المؤتمر الصحفي، قال إن بلاده مستعدة أن تقوم بدور للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وأنه يجب أن تكون هناك طريقة لحفظ مصالح دول القارة. وأكد رامافوزا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى استعداد بلاده للنقاش مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة بحسب تصريحه. موضوع السد، سد النهضة، بكل وضوح هو مسألة تحتاج إلى النقاش مع كل من إثيوبيا ومصر. وما هو مرض بحسب وجهة نظري بأن كلا البلدين مقبلين على مناقشة هذا الموضوع وإيجاد تسوية. أنا أجريت حوارا مختصرا مع الرئيس السيسي، وهو قال لي بأنه مستعد لإجراء النقاش مع إثيوبيا، والأمر نفسه أعلنه الرئيس الوزراء أبي. وبالتالي أنا أؤمن بأن الحل ممكن، لأن كلا الدولتين دولتين عظيمتين، والنهر النيل هو ذو أهمية قصوى لكلا البلدين. مشاهدينا الكرام، يأتي الحديث عن وساطة جنوب أفريقيا قبل يوم واحد من عقد اجتماع ترعاه واشنطن غدا بمشاركة وزراء الري والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وبحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. اجتماع واشنطن والذي قد يكون حاسما في رسم مسار الأزمة يأتي بعد 4 اجتماعات فنية بين خبراء الري في الدول الثلاث، باءت جميعها بالفشل ولم تتفق على أي من الجوانب التشغيلية للسد، مثل فترة ملء الخزان والتعامل مع موسم الجفاف. وتبادلت وزارتا الخارجية المصرية والإثيوبية الاتهامات بالتسبب في فشل المفاوضات الفنية والتعنت والرغبة في الاستئثار بمياه النيل. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الكاتب الصحفي جمال سلطان. رحب بك معنا سيد جمال، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية محمد حامد. أرحب بك سيد حامد، ودعني أبدأ من اسطنبول مع السيد سلطان. ما دلالة يعني الخطوة الإثيوبية بأن تجعل من جنوب أفريقيا هي الوسيط في حل الأزمة مع مصر والسودان سيد سلطان؟ شوف، هو يبقى السؤال الأهم في هذه المسألة أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها الدولي وبكل هيمنتها وجبروتها قد فشلت في رعاية مصالحة أو الوساطة لحل هذه الأزمة، فهل ستتخيل
أو يتخيل أحد أن جنوب أفريقيا ستكون هي الوسيط أو هي الراعي الذي يستطيع أن أو يمكنه أن يحقق نجاحا أو اختراقا في هذه الأزمة. شوف، أنا أعتقد أنه ما تفعله، ما يفعله الجانب الإثيوبي هو نوع من شراء الوقت، لأنه الوقت لصالح إثيوبيا. يعني هي تعمل، هي تنجز، هي تتحرك، هي كل يوم في جديد في بناء السد وفي تجهيزه للعمل، في حين أن الخارجية المصرية أو الجهات الرسمية المصرية سواء الرأي أو الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية، يعني كل ما تسمعه منهم مناشدات أو استجداءات أو يعني. فأنا أعتقد أنه أثيوبيا يعني لجوءها أو طرحها فكرة أنه جنوب أفريقيا، أولا هذا تسليم بأنه المرحلة الأمريكية ستغلق، يعني غدا لا تتوقع أي اختراق ذو أهمية. ففتح الباب، والله إحنا ممكن نقعد لنا كم شهر كمان نشتغل مع جنوب أفريقيا، ثم بعد جنوب أفريقيا ممكن تفكر مثلا في يجي مثلا المجر أو تيجي نيجيريا تخش وهكذا. هذا نوع من شراء الوقت لأنه هو ينجز. الحقيقة أنا أخشى ما أخشى أن يكون شراء الوقت هذا يعني أن الحكومة نفسها أو السلطة في مصر يعني 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 تستر عجزها بشراء الوقت معنا نحن الشعب المصري، أنه والله إحنا بنشتغل وإحنا بنبحث وإحنا بنحاول وإحنا بنحل، في حين أنه كله كلام لم يبدو أي شيء جدي في أرض الواقع. طيب سيد حامد، قبل أن نتحدث عن فكرة شراء الوقت التي تحدث عنها السيد سلطان، هل مصر تقبل بجنوب أفريقيا ابتداءً كوسيط في لحل أزمة سد النهضة، خصوصا أن رئيس جنوب أفريقيا يقول أنني تحدثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويبدو أنه وجد منه إيجابية في مسألة نقاش الأزمة مع جنوب أفريقيا؟ والله سيد الفاضل كل الأمور مطروحة على الطاولة، ولكن أنا في رأيي، أنا رأيي من رأي أستاذ جمال من إسطنبول، إن هو نوع من الهروب للأمام، نوع من شراء الوقت. كل التصريحات وكل الممارسات التي يمارسها المفاوض الأثيوبي تؤكد أنه يتفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل حل الأزمة وتحديد مواعيد معينة وتحقيق أو النظر في يعني الرؤى المصرية نحو بناء السد ونحو تصريف المياه ونحو ملء السد وما إلى ذلك من تفاصيل. هو دائما يغرقنا في التفاصيل ويهرب أمام مثل هذه الوساطات، والولايات المتحدة طبعا هو الوسيط الأقوى والذي ارتضاه الجميع، ولكن لم يكن عبر الخارجية. عفوا سيد حامد، سيد حامد، أمريكا ليست وسيط، أنا آسف سيد حامد للمقاطعة، لا أنا آسف للمقاطعة، لكن لدقة المعلومة، الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيط، هي نفسها قالت أنني أن دورها ليس دور وساطة، فقط مراقبة ليس أكثر ولا أقل، ورعاية المفاوضة. نعم، ضيف أقل وساطة ولا يوجد أقوى من الولايات المتحدة. نعم، هو دور مراقب، دور يعني مقرب ونوع من التوثيق، ما هو في وساطة وتوثيق ويعني أنواع الوساطة والتوثيق وما إلى ذلك، ولكن الولايات المتحدة دور مراقب، هدفه ان هو يشوف الامور وصلت لغايه فين ووجد. طيب، وحتى الان الامور جميل، يبقى انت يبدو ان انت متفق مع السيد جمال سلطان. عفوا خمس سنوات الماضيه. طيب حتى لضيق الوقت، يبدو ان انت متفق مع السيد جمال سلطان ان اثيوبيا بتشتري الوقت وهي بتقوم بتنفيذ السد بالفعل على ارض الواقع. السؤال، هل تعي المصريه هل سيدي؟ طيب تمام يا سيدي، ما انا مش مختلف، مش مختلف، انا سيبني سيبني اقول سؤالي، انا ما قلتش لسه سؤالي والله، انني لا اعير انتباها ولا اهتم. جميل جميل، انا دلوقتي هل القاهره تعي مساله شراء الوقت يا سيد حامد؟ هل القاهره تعي مساله شراء الوقت من جانب اثيوبيا، وما هي يعني، واذا كانت تعي ماذا ستفعل؟ القاهرة ستفعل الآتي يا سيد الفاضل. أول شيء، التحلل من اتفاق المبادئ الذي وقع عام 2015 سواء بالانسحاب أو رفضه عبر البرلمان، ده أول شيء هيحصل. تاني حاجة، عدم الاعتراف بشرعية السد من الأساس، العودة للمربع الصفر واعتبار هذا السد سد غير شرعي ومهدد للدولة المصرية، وستذهب هنا منفردة إلى التحكيم أو الى الامم المتحده، شكوى الامم المتحده، شكوى لمجلس الامن، لان هذا القانون، هذا السد مخالف للقانون الدولي، لانه جميل. يتم بدون تمام، بس الكلام اللي انت بتقوله لي ده سيد حامد، بس لانه كلام مهم جدا سيد حامد، نهر النيل. سيد حامد، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده معلومه ولا تحليل؟ كثيرا اذا اقدمت القاهره على هذا الامر يا سيد حامد، الكلام اللي انت بتقوله من مصر ستخرج من الاتفاقيه الاطاريه بتاعه 2015 وستذهب الى الامم المتحده ومجلس
مجلس الأمن، ده معلومات ولا تحليل ولا مجرد تحليل؟ ده توقع، توقع أن القاهرة ستقلب الطاولة بالكامل على أثيوبيا إذا استمر هذا. إيه رأيك يا أستاذ جمال سلطان؟ فعلا القاهرة ستنحو هذا المنحة، ستخرج من الاتفاقية الإطارية ويعني تسحب اعترافها بالسد وتذهب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ هل هذا وارد؟ لا لا، هي طبعا هي خروجها من الاتفاقية يعني يطرح السؤال عن البدائل. ما هي البدائل التي تملكها؟ مسألة الشكوى لمجلس الأمن أو الشكوى للأمم المتحدة دي مهزلة. يعني أنت يعني الشكاوى لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة يوميا من كل دول العالم، من يعبأ بمن؟ يعني المسألة يعني ما تملكه أنت من قوة ضغط ومن قوة تأثير ومن تحالفات إقليمية ودولية تجبر الطرف الآخر على الاستجابة لمصالحك. لكن المسألة يعني إذا كنت أنت في 2019 أو 2020 بتفكر في أنك تلغي الاتفاقية الإطارية في 2015، ما الذي دفعك إلى أن توقعها؟ يعني ما هي الضمانات التي حصلت عليها؟ هل عدت إلى الشعب فعلا؟ أنت بتفكر دلوقتي أنه في مجلس الشعب، مجلس الأمة أو ممثل الشعب أن هم يصدقوا على الاتفاقية أو لا يصدقوا؟ يعني أنت ما خليهم يعني هم كراسي قاعدين. طب ما ترجعتش ليه الاتفاقية دي؟ لماذا لم تعرض هذه الاتفاقية قبل توقيعها على ممثلي الشعب؟ لماذا لا تكون هناك شفافية؟ هذه الاتفاقية عندما أعلنت، عندما صدق عليها رئيس الجمهورية، لم يكن أحد في مصر يعلم ما فيها، ما هي بنود هذه الاتفاقية، كيف المسألة التي تتعلق بها أرواح مليون مصري، أكثر من 100 مليون مصري، لا أحد يعلم عنها شيئا. شكرا. في حين أن الطرف الأثيوبي يعمل بمنتهى الجدية وبمنتهى الهمة، وأنت في الداخل أجهزتك السيادية مشغولة بترتيب القنوات التلفزيونية ومباريات الكورة والدوري. فيعني أنا يعني أعتقد أنه في نوع من يعني في نوع من الهزال في إدارة هذا الملف البالغ الخطورة. وأنا أعتقد أن يعني هناك مصالح شخصية أصبحت تقدم على المصالح الوطنية التي تتعلق بها الأمن القومي المصري في صميمه. سيد جمال سلطان الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الأقمع الاصطناعية من اسطنبول، وأشكر ضيف الهاتف من القاهرة سيد محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية. مشاهدينا الكرام، مسائية مستمرة، بعد الفصل يلتقيكم زميلي محمد دحوة في الفقرة المقبلة. إضراب عام عن الطعام في سجن العقرب في مصر احتجاجا على الجوع والبرد، ورسالة مسربة تكشف محاولة انتحار لمعتقل هربا من سوء المعاملة. ابقوا معنا. معتقل العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله بسرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة.